سقط ده. شو كده يا انا من داخل شو 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 واو سالينا قولي من قبيله وحنا امار شو والو جديد لك شي جديد غادي نركبوه عليه نكرموه انا لكم في البروكان شو داك الشيء كي داير في بروكان جديد ها نشوف شحال الفلاش ها هو هات داك الشيء كما تنقولوا مقلبي هات الستين غير الغيزه في السيره الشين وعندو امين شاب طبعا فوق الزبويته ديالنا وهنا نديرو الزيت الصفراء ديال الربعين اللي ما كتخدمش في الدوطة اللي قالك ما كتخدمش في الدوطة واش العشران كي دايرين بخير كلشي هو هذاك كيف ديما مع فيديو جديد ما عمرنا خدمنا في هذه الماكينه هذيك الرينا رياك هذه راه بنت 180 جي لا راه 180 وليني هذه 50 اه يا كريبي داك الشيء الخاي ما عمر داك المونتيسور تحل ما عليناش مطار جانا من كازا من عند واحد الصديق متتبع ديالنا في القناه ماكينه خوتي ما نكتبوش على الله تعرض الزبل بلا ما نلقاو داخل لها الماء كانوا مخدمين بومبا الكتريك فاش وصلت انا للعلمه كان هانت بقينا حيدت البوجي وضربت ضربت المانيفيل خرج الماء من الكيلاس دايرين لا يا 50 ضاربين لا كاربيراتور ديال 20 ونص داكشي ما خدامش المهم قالك قالنا العشير نطيو ليا الماكينه وسرعوها فاش بقينا تنقلبوا على البياس وداكشي لقينا البياس شويه غالي تتفاهمنا باللي غادي نقادو غير سيلاندرو وفي البروكان ونعاودو لورمات وداكشي ساعه تحرقلو جوان كيلاس وخلى الموطور شهر شهرين شي شهرين هو في الكراج وداخل له الماء شهر ولا شهرين المهم مشينا ومن زهرو لقينا ماكينه قرقاع جديدة انا نطلع نوريكم القرقاع هاي مكينة السيلندر ديالها دوريجين ستاندار شو داكشي كي داير لداخل جديد داكشي جديد غادي نركبوه عليه نكرموه انا لكم في البروكان شو داكشي كي داير في بروكان جديد هاي نشوف شحال الفلاش ها هو هات داكشي كما تنقولوا مقلبي غنحيدو لا نحيدو غنوريكم البومبا د الماء خدامة عندو كانت هي بالبومبا عادي بالبومبا الكتريك غنوريكم البومبا د الماء ديالها فوسط فوسط هذا هو الدفو اللي دارو في هذا الموطور هذا خاي حاكي هو البومبا فوسط الجبح شو داكشي شوف البالونات شو ما عمر قاسهم الساروت حنا اللي عاد حلينا هذا الاخر طابلو د لاليموش ضرب لي على البومبا د الماء داكشي جديد هانت هانت القرقاع ها انا تندور في البروكان ويقطر ما عليناش انا ركبو هادشي ان شاء الله نغسلو هادشي خلاص هادشي تيكون في الغربة عادي داكشي فهمتي كيكون عادي غادي نشوفو دابا الملاحظة دير لو كروات النيترو 752 ونص ها انت شوف اخوت شوف الموطور كاع كما كيقلع حتى كيدفعو ها انت اخوت شوف الكروة فين داخلة بلاتي نشعل لهم الفلاش عين عين ها هو كروة داخلة لداخل شوف الكروة فين داخلة وشو كي كيدور هادشي في الخوا ها والو ها يعني هادشي زبالة التاريخ هي الكروة هي الكروة فهمتي حل لي لومبرياج ديال اللور اخويا الله يحفظك كروة
طوريجين ديالها ديال الجلاله. انا شفتها له جديده محيده من الماكينه جديده. هاي كاين لا تشقاق لا والو. ها نكرموها اخي حكيم ياك كرم. احسن كرم. قال لك اسيدي وحلو فيها في هذيك كازا ما عندهمش هادشي هذا. حنا عندنا ندبروا عليه باش ماك كاين عندنا هادشي. عندك السالوس كاين كاليه في الارض. كاليه في الارض راه يضحك. لا والو هذيك الارض هي اللي ثابته. هل هادشي جديد؟ لا جديد عمري اجي نخي مزيان داكشي اللي بغينا حتى حنايا. لا لا مقرقع نقي مقرقع. حط له الكروة اللي عجبنا. ها هي كرك لها حط له الكروة. الكروة شوف كيفاش كتجي. ها المعقول هو هذا المعقول. لا رضا عليك خلي هذا عاود مشكل كيدور قرعة. شوف ويلا ويلا حيد حيد ديك الكروة باش شوف ويلا ويلا كيبان لي عوج من هنا. حل حل جوف جبه. شوف المعقول جوف جبه. اسمع اسمع يعني هذه واخا كنكون جبنا لها في البروكان وداك الشيء ما كانش غادي كانش غيعطينا. ما تهضرش اسمع. واش جنيت ماشي شحال خوت اللي كيتحرك. تيطلع ويهبط وكيمشي ويجي هبط يعني الجبح فيه كيمشي هكا ويجي ويطلع ويهبط وكل شيء. دابا هذا كي واسع. هذا جروب واسع جاب الله جبنا الجروب. الله يرحم. حل حل داك المرجل قدامي تا هو. هيدا الفيديو. هيدا الفيديو. شوف شوف هادشي كي طالع وش وش. اسمع كي كدير هي هذا الشعله تغرغر لداخل. اسمع اسمع تغرغر صافي حيل حل عليه هذا. المهم حنا حيدنا داك الشيء. شو هادي فيها لا بومبا ديال الزيت لا والو. هنايا نبوشينا هادشي ديال هنا. اجي نوريكم النقا كيفاش داير. لاحظ معايا النقا. لاحظ الماكينه اللي جبنا. شوف الكرايوات النهار كلشي. هاي انت اخوت هاي هانتوما الخوت. الخدمه ديال بصح. ها البومبا ديال الزيت ديالها. ها الكريوة. شوف داكشي كيدور. هاديك الكريوة باش كويش الكاش ديالها تيهما كلشي محيدينو. الله حيد هاديك. هانت هي كدور الكروة تما. اجي تشوف الوالد هاد الخدمة اللي دايرين هنا. هاشي العجب. لاحظ معايا دابا داكشي كيناضي. طنزي لي السي الكروة. كاين الكومبريسيو ديال بصح. الكومبريسيو هادي هي الكروة ديال. اللهم يسر سير حيد. ما فصلش ما شوف شو الما اللي داخل الجروب الخوت. شو 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 تخت بوغيوس. صافي جمع حيد كمل عليا الخدمة. بلاتي او جمع هذا سخن. هذا لا لما اللي كاين في وسط الشكمة. كربيراتور 14 الخوت. عندي كربيراتور 14 دياله. هدر
مقلعين عليه هذا. خوي الماء. خوي الماء دابا بيرجي. لا ما تخو. شوف فوق واش كيدور. ودابا نكونوا سالينا اللمسات. بس قبل ما نبداو قبل ما نساليو هذا الفيديو حيت راني نخرج نضربو بها شي دويره وكذا بغيت نوريكم في البروكان شو كيدير انا من الداخل شو 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 كلشي مصدي كله مكولي وكيدور عوج فهمتي كيدور وجهو وجهو في الجبيبه هادشي كي ولا داير شوف خمس سخين المهمه ديال الماكات عنده خاسره بومبه الماء ديالو خاسره وما فيهش البومبه الزيت وما فيهش البومبه الزيت هذيك شي كلشي نخدمو دابا الزيت نشريوها ونتيجينا نشريوها يعني دابا ندورو كلشي هادشي هذا ان شاء الله ضرب اخويا عمر وريني ولعني هذيك كما قلنا الخوت فاش شرينا هاد الماكينه هادي هاد الكروب هذا نقي لقينا فيه البومبه الزيت وداكشي كلشي ديالو دوريجين خدام ومن قبل هي فهاد الماكينه هادي ما كانش فيها هي بلاصه البومبه الزيت ما خداماش هنايا هادي اللي المهم ما فيهاش داك السيستم ديال الزيت يعني كانوا كيمشيو غير بالميلونج وداك الميلونج هو اللي كيفرع هاد الماكينه فهمتي يعني ديما تفرع لك اللورمات السيلندر كلشي كيتفرع هادشي علاش دابا حنايا غادي ندوزو لها الزيت هيا راه عندنا البومبه الزيت راه ديجا وريتها لكم ها هي مكسيري خدامه مكسيري ها هي مكسيري خاصها شويه يزيدي طندارك قبولها الزيت ديالها اول كويب اللي عنده هنايا والريكلاج ديالو انت كتكسري هو كيكسر هاهو بومبة الزيت هي هادي وخلاص انا نساليو الخدمه ديال الزيت وانا نديرو لها لونتيجال باش نحميو لها البومبة د الماء ديالها هادي الافون مابقاش لا والو داكشي اللي جات تكسيري غادي طنديتيها كامله لا لا خلي شويه مزيانه صافي كسير افون صافي بقى غير شويه ماشي مشكل دير لها زويته ديال الطوموبيلات وحنا ناضيين مر الماكينات كعا ما عمرهاش كعا يا موديل 97 مازال تدقدق مازال تدقدق واحد 20 عام اخرى الا حاولت عليها الدرجين كطلع حتى للفوق كروا بلا ما تحمق راسك لا وقاليات لا واكل والله يا مو في واحد التقليعه ما كايناش غنديروا بها شي تيست رايد في العشيه ونشوفوا شحال غادي تحط فيها الكونتور خدام اصلا على جباتني يعني كسيري هانت زوميو كسيري كطو صافي جماعة صافي دابا ندوزو التيو ديالنا ندخلوه من هنايا ل لأي مكان هاو هاو هاداك ديال لا هاداك ديال البلاصة الكبيرة هاداك باش كدخل ولاخر باش كتخرج ها باش هاو باش كيدخل إوا غنجيبو الطرف ديال التيو الغليظ دابا نخرجو الزبويته ديالنا وهنا نديرو الزيت الصفرا ديال الربعين اللي ما كتخدمش في الدوط اللي قال لك ما كتخدمش في الدوط انا غادي نوري لكم خدامه ناضيه كتبقاو تتبعوا داك البلانات ديال بنادم الحمق وكيخرج عليكم حنا كنضربو الطريق بزاف يعني خاصنا نضربو ديرو زيت اللي غتلصق لنا في السيلندر وداك الشيء حنا دوزنا التيو ديالنا خليتي تما خليتها تهبط الزيت اخوتي الزيت اخويتها صوت صوت تما صوت عايش هادو عاوتاني اللي عنده الجلي راه هادي فاش كيموتو كتبقى قطرية الزيت من هنا هادو لا هادي حيت الزيت هادي عشرة شراطنا بومبه جديده دابا تركب الكارتر ديالك حيت بغينا نديرو لكم امارش وهذا ولكن الجلا راه فيها واحد السيستم في شكل في الترانسميسيون ديالها ديرها ماشي تسوى الطرعه هذا خاصك تدخل في اللورما هنايا في الكارتر ديري لها الرويس هذا فهمتي صافي ركب عليه داك الماكينه جبناها والو شكون ضروري اصاحبي ركبت لها المانوط السخونيه ديالها باش يخدم لنا تاليكوي شوفوا البوله ديال الزيت خاص نبقى لي نبقى ليسانس معرفتش بوطا الزيت المانو ديالها فينا هو باش نحيدو الشك المهم هاهي تطفات صافي العز
صافي راه بولات زيت صفات. دابا بقى لنا هاد السخونيه غنديرو مارش ديك الساعه. دوزنا الخياطه ديالو صوبنا هادشي خلاص. ها هو الفيش ديالو، ها هو راه ركبتو هنا، ها هو المانوت السخونيه صافي. بدنا لا كاربيراتور خلاص. شوف الكاربيراتور اللي كانوا دايرين لها، شوف شوف الكاربيراتور ديال العشرين. وانا بعدا واحد الحاجه اللي كنستغرب منها هو شي بعض السكاس، علاش كيديروا هاد الفيس هنايا؟ ما عرفتش انا علاش. هادي وحده، هادي اصلا كتكون ديال ناتروس ديال الطوموبيل، واش كطلع البومبو ولا ما كتطلعش؟ اييه دابا نيت حيد ما عليناش. بغيت يقول السيكليست الزيت تقيله ما كدوش كدا، لا هو هادي الهضره ديال السواقه هادي. دابا حنا غادي نديرو الحقيقه. خلاص ركبنا لا كاربيراتور ديال الجيليرا 14، هادي راه 14 كاينه هي في الجيليرا دوريجين. باش تعرف دوريجين هي طاحت حتى في الفرطه هنايا. هانزومي الشقه ديال مع نيشان، هادشي اللي كاين. خليكم معنا نديرو مارش على ما طلع الزيت، ونوريكم واش بومبة الزيت كدفع الكاطرطون ولا ما كدفعش. سير الله. طاح معايا في التيو، غادي يبان الزيت طالع. هاهي الى جبنا هي تقطع. المهم الزيت طالع ما يحمقك حتى واحد. الماء واش كيدور بعدا؟ ضروري الورتيج هنا هو، هنا هو صار السيلندر كيدور. غنشعل الفلاش عادي. الماء سالينا طفي قطع. مازال ما كيدور. دابا كيدور سالينا. قال قوي خدام والله، تنرجعو فيها الروح بالله. صافي تعالي سالينا برجينا الخوت ملي كتكبر جاية، ومن هنايا جوج ديال البولونات هانا برجر ديالها في الكلاس، وهذا خلاص ديال بومبة الماء صافي. دابا عينا هادشي فيه على ماتو والله الا مسروع بالله. ها هو سالينا السخونية من قبيلة وحنا آمار شوالو. ها صافي شوف شو دوسي شعر كدا دام. شوف لك معلم. يا سلام عليك. سينيالات ايوا يدبر لها على فلاشورا ماشي مشكل. بعدا نكونوا سالينا هاد القيطات هادو ديال البريكولات، نركبوا لها الكاريناج ديالها، وديك الساعه غادي نطيحوا بها الطريق نسيوها وكذا.
بانت لي انا غادي تلوح شي 90 ولا فايته 90 ياك. نشوفوا ديك الساعه شحال تحط. سير على بركه الله. اليوم مع موطور الرونر الرينر جليرا موديل شحال؟ 96. تخيل معايا دراجة عمرها 6. شنو الموطر ديال بصح لي قويت السخونية فيها؟ كلشي ناضي. اه شي بحال المترو وداك الشيء كاين هذيك كلها والحفرين يا كلشي خدام فيها كلشي. فوالا قويتي كلشي. موديل لانسيان راني نسيو من بعد ما ركبنا لها داك الشيء غنسيو لها. فيتاس ماكس ديالها دوب بلاص كاربيراتور 14 جي كلور ديال 62 يعني قابله للتعديل. اه انت السخونيه ثابته الما كيدور مزيان كلشي هو هذا. خرجوا شويه من هذا وسط الشوارع شو شو يدي مطلوقين المطار كيمشي زبده من بين الدراجات اللي ناضيين. صنع ايطالي عندهم تاريخ ومخدومين مزيان الصح والعمل. المهم نشوفوا شحال غادي تحط توب بلاص وعاد ديك الساعة بان البلان. دابا غادي نمشي نطيسطيوه كما قلنا المر دراجة عمرها 25 سنة ولا أكثر. شحال من 96 دابا شحال؟ شحال من 96 لدابا؟ شحال من عام من 96 لدابا؟ 25 عام ياك؟ 25 عام. اه 60 غير مغيزة في السيرة 65 حاشين وعدو عامين ان شاء الله. غادية غادية الحبيبة غادية. دوب بلاص قبيلة للتعديل. واني مولا مع الاقتصاد 90 قبيلة للتعديل الخوت. شنو بغيتي؟ والله نسيها الموديل. بلاصة وحدة راه تجيب المية. والله إلا الدمعة طارت. هادشي اللي كاين الخوت. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. تحياتي لكم مع السلامة.